شرفتوني كلكم بالحضور النهارده، مش متخيل طبعا الحضور الجميل ده، لكن ده يعني زادني سعاده. شكرا لله طبعا على تنظيم المؤتمر ده. لو قعدت من هنا لغايه حياتي ما تنتهي مش هقدر اشكر النادي الاهلي على اللي عمله معايا. هو سبب رئيسي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي انا فيه دلوقتي، في اللي انا وصلت له، العلاقه بيني وبين جمهور النادي الاهلي علاقه ما تتوصفش. دي من اهم حاجه وصلت لها برضو في تاريخي، او اهم انجازات اتحققت لي في مشواري الكروي، سواء هنا في مصر او بره مصر. الحقيقه عايز اشكر النادي الاهلي تاني على حاجات، يعني حاجتين بالاخص. اول حاجه اداني الفرصه ان انا انهي حياتي ومشواري جوه جدران النادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، ودي كانت امنيه من امنيات حياتي يعني، فبشكره. بشكر مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب على اعطائي هذه الفرصه يعني ان انا اختم حياتي هنا. تاني حاجه اقامه مباراه اعتزال اللي انا ابقى قادر اودع جمهور نادي الاهلي من خلالها، ان شاء الله تقام في الامارات. هحكي حكايه صغيره كده بس عشان موضوع الاعتزال ده. جيت 2014 كابتن عبد الصادق كلمني وقال لي حسام الاهلي محتاجك في الفتره دي، كان في نجوم كتير اعتزلت وفي نجوم كتير سابت الفرقه ومشيت، كنت انا لسه بلعب، كنت بلعب في بلجيكا. قال لي النادي الاهلي محتاج ولاده دلوقتي الفتره دي، كانت فتره صعبه جدا، فلبيت النداء وجيت. يعني من اول 2014 كان الفرقه بتغير جلدها لسه، كان في لعيبه صغيره طالعه ولاعيبه لسه من بره جايه، كان اولاد النادي قليلين قوي في الفرقه يعني، او الناس الكبار الخبره كانوا قليلين في الفرقه. فجيت بدا طبعا الضغوطات عليا تزيد، المشاكل بتكتر، الانتقادات بتكتر، ناس بتنادي ان انا اعتزل في الفتره دي من 2014. اصدقاء لي يكلموني في التليفون يقولوا لي طب ايه اللي بيحصل فيك ده، ايه الناس بتهاجمك، هتعمل ايه؟ قلت له سيب اللي يهاجم يهاجم، بكره ان شاء الله اللي بيهاجمني ده هيشيد بيا. عشان هنا كان قوي يعني، دماغي كانت قادره مستحمله وقادره تتحدى وعندها لسه كتير. فمشيت وصحفيين كانوا بيطالبوني بالاعتزال، كان في صحفيين ممكن حد فيهم موجود هنا ولا لا معرفش، كلمني قال لي تعتزل. قلت له انا الوحيد، او في مؤتمر صحفي كان زي ده برضو كان بنقدم لعيبه جداد، قلت له انا الوحيد اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص هنا. هنا عايز ارتاح خلاص، مش قادر. أنا الوحيد اللي كنت أقدر أقول إمتى أطلع من الملعب وإمتى أبقى قادر أكمل. فإن شاء الله النهارده أنا بعلن ميعاد اعتزالي الكورة يوم 11/5 في الإمارات إن شاء الله. يعني سامحوني طبعا أنا ما يعني غصب عني. دي حاجة اديتها كل حياتي كورة، كنت عايش من ليها أوس، فدي لحظة صعبة مش سهلة عليا. أتمنى أتمسك أكتر من كده. فإن شاء الله يعني مستني من جمهور النادي الأهلي تشريفي إن شاء الله، تشرفوني. آخر يوم ليا في الملعب يوم 11/5 في الإمارات استاد عز بن زايد، أقدر أودع جمهور النادي الأهلي إن شاء الله.
في اخر مسيرتي دي احب اشكر كل زملائي اللي لعبت معاهم، مفيش حد بينجح لوحده، ودي دايما اللي كنا بنحاول نوصلها للعيبه، ودي دايما موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيعتمدش على نجم واحد، النادي الاهلي مجموعه عمل في الاخر هي بتعمل الانجازات والنجاحات دي. فانا ما نجحتش لوحدي، يعني نجحت بمدربيني اللي عاصرتهم من اول ما دخلت النادي الاهلي وانا عندي 14 سنه، كل زمايلي اللي شاركوني وكنت شرفت ان العب معاهم من وانا صغير لغايه دلوقتي، بشكرهم جميعا، كل المدربين اللي انا اتمرنت معاهم شكرا ليهم. حقيقة عايز اشكر الكابتن ميمي الشربيني شكر خاص، الراجل ده هو اللي يعني كان واثق فيا وكان مصدقني وكان مصدق امكانياتي، وقعدني في النادي الاهلي رغم ان ما كانش فيه اي مسابقه ليا او كان ما كانش فيه فرقه ليا، كنت قاعد في النادي وتهاجم كتير جوه النادي، لكن كان ثابت على موقفه وقال ده لعيب، كان يشوفني يقول لي ده انت لعيب اوروبي، اعمل اي حاجه يقول ده لعيب اوروبي، وكان بيتحمل كل الانتقادات اللي كانوا بيوجهوها له، بشكره شكر خاص. رساله لجمهور النادي الاهلي، يعني اتمنى ان انا اكون ما قصرتش في خلال مسيرتي جوه النادي الاهلي، يعني اشهد الله ان انا عمري ما قصرت او عمري ما تخاذلت او قصرت اتخاذل، كنت دايما شايف جمهور النادي الاهلي قدامي ودايما كنت عايز افرحه، عمري ما تخليت على المسؤوليه، عمري ما هربت من المسؤوليه. فاتمنى ان في خلال مسيرتي اللي انا قضيتها هنا يكون النادي الناس راضيه عني وراضي عن اللي انا قدمته للنادي الاهلي. وشكرا على حضوركم كلكم، يعني ما كنتش متوقع الحضور الكبير ده، بشكركم تاني، شكرا لكل الكلام الحلو اللي سمعته النهارده، سواء من الاستاذ خالد درمالي، كابتن زيزو، كابتن حسام بدري، كابتن صاحب الحفيظ. اتمنى النادي الاهلي كله النجاح والتوفيق وكثير من الانجازات والانتصارات ان شاء الله في الفتره اللي جايه، ودايما مؤسسه عريقه كلنا نفخر بانتمائنا ليها. شكرا جدا، شكرا تاني على حضوركم الجميل ده، شكرا. شكرا للكابتن حسام غالي.